أخبار الائتلاف الوطني السوري بعجالة، أهلا بكم. قال عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات إننا في قوى الثورة والمعارضة الرسمية ممثلة بالائتلاف الوطني وهيئة التفاوض ننظر إلى كل حراك يخص الملف السوري على أنه تحرك إيجابي طالما إنه ضمن السياق الدولي للحل، وسيحرك المياه الراكدة وتعيد الملف السوري إلى قائمة الأولويات. وقال بركات إن كل هذا الحراك هو نتيجة تضارب الرؤى الدولية تجاه الملف السوري، لافتا إلى أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها تلك الدول إلا أنها لم تصل إلى مرحلة بناء رؤية وإرادة حقيقية. وأشار بركات إلى أن الائتلاف الوطني من خلال كل اللقاءات الدولية التي يقوم بها يسعى إلى دور حقيقي في التوجيه نحو تطبيق الحل وعلى رأسه الانتقال السياسي. أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط على ضرورة تفعيل المساءلة والمحاكمة إنصافا للضحايا السوريين وعلى عدم الحياد عن القرارات الدولية من أجل تحقيق الانتقال السياسي وضرورة استمرار العزلة الدولية على نظام الأسد وتطبيق المزيد من العقوبات التي تستهدف رموز النظام المجرم. وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أن نظام الأسد هو المسؤول الرئيس عن خلق واستمرار المأساة الإنسانية في سوريا، وأن أي خطوات لمعالجة الوضع الإنساني في سوريا عموما يجب أن تسبق بحل لأساس المشكلة وهي استمرار وجود نظام الأسد وحلفائه في الحكم. عقدت الحكومة المؤقتة اجتماعها الدوري لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على جدول أعمالها، كما بحثت الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة وعملية تسعير الحبوب لموسم 2023 والتحضيرات الأولوية والعمل على تعزيز الأمن الغذائي في المناطق المحررة، كما استمع المجلس إلى التحديات التي تواجه المؤسسة العامة للحبوب. أصيب عدد من المدنيين بجروح بقصف مكثف لقوات الأسد استهدف مناطق في أرياف إدلب وحلب وحماة بتصعيد متواصل ضد المناطق المحررة. وقال الدفاع المدني السوري إن رجلا وطفليه أصيبوا بجروح إثر قصف قوات النظام، وأوضح أن القصف طال كل من بلدات معربليت والبرة وكان صفرة بريف إدلب الجنوبية منذ ساعات الصباح.